يوسف يوسف اسمع شوي. انت ما بتتخيل قد ايه انا مبسوط. على اساس مغرومين ومبسوطين. مجنون؟ انا بعد ما شفت شيء. لا لا. انت حليم؟ لا انا مفيد. شوف. فجأة. اذا بدك نعيش بسلام. سيرة اللي اسمه فارس ما بقى تجيبي عاد سينك. بتبلش المشاكل. انه ليش؟ ما عم بفهم ليش. ما رح اسمح لك تنسى حياة كريم مرة تانية. هيدي المرة خربت بيوت خيي انتبه منه. ما في يا بنتي ما في. الجزء الثاني من ما في. فارس بدك تشيليه نهائيا من راسك والا رح نتخانق كثير. يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الاخبار على الام تي في.